بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أتابع مع حضراتكم السادة الكرام والسيدات دروسنا في موسوعة الدروس الأخلاقية. نصل اليوم إن شاء الله إلى الخلق السابع، ألا وهو خلق التواضع. وخلق التواضع في الحقيقة هو خلق الأخلاق. لا يتواضع إلا الكبار، ولا يتواضع إلا الأبقياء، ولا يتواضع إلا من خبروا الحياة وعرفوها، عرفوا حقيقتها، عرفوا بدايتها وعرفوا نهايتها، عرفوا المراد منها. والتواضع في معناه البسيط انكسار القلب لله عند الأمر امتثالا وعند النهي اجتنابا، وخفض الجناح والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا. فكلما علت نفس الإنسان ذكر عظمة الله تعالى فتواضع وانكسر. هذا إيجاز لمعنى التواضع. التواضع طاعة لله، اتباع لأمره، اجتناب لنهيه، رحمة بالخلق وشفقة عليهم، ومعرفة قدره مع الناس. وهو أمر محمود مندوب إليه في شريعة الإسلام، خصوصا إذا قصد صاحبه وجه الله تعالى بتواضعه وبخفض جناحه وبانكساره. والتواضع أمر الله عز وجل به نبيه في كتابه العزيز، يقول ربنا عز من قائل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بمعنى لين يا رسول الله للمؤمنين جانبك ووطئ لهم أكنافك، وهو أمر بالميل إليهم وبالحدب عليهم وبمحبتهم والشفقة عليهم والرأفة بهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في كل حياته مع الناس مع أصحابه، وكلنا يعرف قصة ذلك الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه الفرق، يعني أخذه الخوف وارتعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخففا عنه ومبينا له أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، قال له: هون على نفسك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني كما نقول في تعبيرنا الدارج البسيط المعبر، كلنا أولاد تسعة. هذا تعبير يأتي على ألسنتنا يبين لنا أننا جميعا متساوون، مهما علت أماكننا ومهما ارتفعت مناصبنا ومهما كانت أهمية المواقع التي نشغلها، لكن في النهاية نحن عبيد لله، نحن مطيعون لله، مجتنبون لنهيه، متبعون لأمره، رحماء بخلقه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والله عز وجل ندب المؤمنين إلى هذا الخلق العظيم. ففي قوله تعالى في سورة التوبة نقرأ: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. انظر إلى هذا الوصف: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولي وقفة هنا: الذلة على المؤمنين بمعنى أن يتعامل معهم بخفض جناح، برقة، بتواضع، بأدب. والعزة على الكافرين أن يتعامل معهم أيضا بأدب، وأن يتعامل معهم باحترام، وأن يتعامل معهم بالعدل،
وأن يتعامل معهم بالبر، أن يتعامل معهم المعاملة الحسنة، لكن لا يتضع أمام غير المؤمنين انكسارا لدينه. فهذا الذي نهت عنه الآية، وهذا معنى العزة على الكافرين. وأيضا العزة على الكافرين المراد بها عند اللدد والخصومة، كما مثلا كما قال الله عز وجل في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، خصوصا الكفار أهل العداء الذين يدخلون مع المؤمنين في عداء، في حرب إلى آخره، وهذه لا تعرف الهوادة. هذا هو المراد. لكن في على المستوى الإنساني في التعاملات العادية في الاختلاط بالناس، ينبغي أن يكون المؤمن متواضعا، أن يكون المؤمن رحيما، أن يكون المؤمن ودودا، أن يكون المؤمن بشوشا، أن يكون المؤمن محبا، أن يكون عطوفا، أن يكون بارا. ويكفي أن يقال في هذا المقام: كل إناء بما فيه ينضح. إناءك أنت المؤمن مملوء بالخير، مملوء بالرحمة، مملوء بالشفقة، مملوء بالحب، مملوء بإرادة النعمة لكل الناس. هذا هو شأن المؤمن. والله عز وجل وصف عباده الذين سماهم في سورة الفرقان، سماهم عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويمشون على الأرض هونا يعني رفقا ولينا، لا يتكبرون، لا يتجبرون، لا يؤذون الناس. تدرون ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من أمن الناس شره ورج الناس خيره، وشركم من لم يأمن الناس شره ولم يؤمل خيره. ها، المؤمن خيره واصل إلى كل الناس، وإذا كان كذلك يخفض جناحه معهم ويتواضع معهم. وقطعا الذي ضرب لنا المثل الأعلى في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله هل أنت رعيت الغنم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعني كنت القراريط مبلغ من المال، كنت أرعاها لأهل مكة على بعض المال يعطونني إياه. وده يدل على شرف العمل وقيمة العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل كان يعمل، وهو شاب كان يعمل، وهو رسول للعالمين كان يعمل صلى الله عليه وسلم، وعمله مع أصحابه كما رأينا مثلا في واقعة الخندق، كيف أن الناس يحفرون الخندق ورسول الله يحفر معهم. وإذا نزلوا في مسير، كانوا في سفر وأرادوا أن يضربوا خيامهم يعني يستريحوا ويعدوا الطعام، أحدهم يقول: أنا علي أن أذبح الشاة، وهذا يقول: علي أن أسلخها، وهذا علي أن يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب، جمع الحطب من الصحراء لنوقد النار التي نطبخ بها أو نطهي بها الشاة. هذا يدل على اتضاعه صلى الله عليه وسلم، على تواضعه صلى الله عليه وسلم، على أدبه العالي صلوات الله وسلامه عليه. كما كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، لأنه المتكبر تراه يأنف، يأنف من العمل، يأنف من الناس، يتكبر على أصحاب الأعمال. النبي أبدا 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 كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم كما رأينا. وإذا كان في بيته كان في مهنة أهله. يعني في مهنة أهله؟ يعني يقوم المنزل، يكنس البيت، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، يصلح نعله صلى الله عليه وسلم، ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، في مهنة أهله. لا يتعالى ويأمر هذا ويأمر هذا ويأمر هذا. انظر إلى سيدنا أنس بن مالك وهو يقص علينا طرفا من حياة رسول الله، يقول: خدمت رسول الله 10 سنين،
فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما هذا؟ ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ ما هذا التواضع؟ ما هذا الجمال؟ إنه أدب وجمال وخلق سيد العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأنف أن يجلس مع الناس أو يمشي معهم، كانت تأتي المرأة من أطراف المدينة، الأمة من إماء المدينة، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أرأيت؟ يعني إنسان في مقام سيد الخلق، سيد البشر، تأتي أمة من الإماء، امرأة من النساء، تقول والله أنا عندي مصلحة في المكان الفلاني، تعال معي لتقضيها، أنا اذهب معي إلى المكان الفلاني، ويذهب معها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي مصلحتها ويصلح لها شؤونها وليكون في حاجتها. المتكبرون لا يفعلون هذا، المتكبرون لا يفعلون هذا. ننتقل سريعا سريعا إلى ألوان من التواضع. التواضع يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله، ويكون مع الخلق. أما التواضع مع الله عز وجل بأن يقبل الإنسان أوامر الله عز وجل، يقبل النواهي لا يعترض عليها، وهذا من أجل أنواع التواضع، يخضع خضوعا كاملا لأمر الله عز وجل، ويكون مع رسوله، يقبل أحاديثه ويقبل كلامه، ولا يقول كما يفعل بعض يعني من لا علم له، يقول لك لا والله أنا عندما يأتيني الحديث أعرضه على عقلي. لا، أن نقول أول ما يأتينا الحديث نقول سمعا وطاعة يا رسول الله، فإن ثبتت لنا صحته وفهمناه كان كنا أصبنا وكنا أطعنا، وإذا لم تثبت صحته بعد ذلك كن قدمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم الطاعة. ويكون مع الخلق ألا يتكبر عليهم، وأن يعرف حقوقهم، وأن يبذل لهم النصح والخدمة من باب الخلق ومن باب التواضع. من ثمرات التواضع، التواضع له ثمرات عديدة، منها الرفعة والعلو بين الناس. نعم، المتواضعون هم أرفع الناس، وصدق الشاعر القديم الذي يقول تواضع تكك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. النجم في أعالي السماء، مع أنك لو نظرت إلى الماء تراه. ها يعني مثال، يكون الإنسان في مرتبة عالية جدا، ويكون مع الناس يجلس معهم ويأكل معهم ويتحدث معهم. واضح؟ تواضع تكك النجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. الدخان يعلو بنفسه مع أنه وضيع لا يعني يملك شيئا. ومن ثمرات التواضع تهذيب النفس، لأنه يقبل ما عند الخلق. ومن ثمرات التواضع إبقاء النعم، الذي يتواضع تبقى نعم الله عليه، لأنه يشكرها، لأنه يعرف قدرها. ومن ثمرات التواضع أنه يضمن لصاحبه دخول الجنة، وهذه بشرى في ختام الحديث عن خلق التواضع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث، من الكبر يعني متواضع، من الغلول لا يأكل من المال العام، والدين يلقى الله وليس عليه دين، دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ننتقل بعد ذلك إلى الخلق الثامن من موسوعة الدروس الأخلاقية، ألا وهو خلق الحياء. والحقيقة الحياء هو خلق الإسلام،
والأخلاق التي نتحدث عنها من الرحمة والتواضع والحياء والعدل، هذه الأخلاق اللي نتكلم عنها أنا أشبهها بدوحة، أشبهها ببستان، بستان فيه من الأزهار وفيه من الثمار، فيه من الورود، فيه من الرياحين، ما يمتع يبهج القلب، وما يمتع العين، وما يسعد النفس. ولا يستغني من دخل البستان بزهرة عن زهرة، ولا بثمرة عن ثمرة، يريد أن ينظر إلى هذه وأن يشم هذه وأن يطعم هذه وأن يطعم هذه. كذلك الأخلاق لا يغني خلق عن خلق، والحياء خلق جامع، وهو معناه الحشمة والانزواء والانقباط، وهو ضد الوقاحة، ضد التبجح كما نقول بتعبيرنا الدارج. أنا يعني أقرب المعاني اللغوية بمعاني دارجة وقد يكون لها أصل صحيح في اللغة. فالوقاحة وأيضا الصراحة في غير ما داعي، هذا نوع نسميه من الوقاحة، كأن تخرج على الناس بذكر عيوبهم وتقول أنا صريح. لا، هذا خرج بك من الصراحة المحمودة إلى الوقاحة المزمومة وقلة الحياء. وللأسف الشديد هذا ما نراه في واقعنا، يعني على صفحات التواصل وعلى الشاشات الصغيرة التي يخلو الناس بها نرى الحياء وقد نعاه الناعون. واصطلاحا الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. مرة ثانية، التعريف الحياء اصطلاحا خلق يبعث على ترك القبيح، لأنه الذي عنده حياء لا يأتي ما حرم الله عز وجل عليه، لا يأتي ما يزمه الناس عليه، لا يأتي ما يتعارض مع الذوق العام، لا يأتي مع ما تنبزه الأخلاق السليمة. خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل هو أيضا في تعريفه تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاقب به أو يذم عليه. ده تعريف ثاني للحياء. الحياء مكانته عالية، فهو من الأخلاق التي لها منزلة عالية في شريعة الإسلام، وهو من الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها، وهي المحببة عند الله عز وجل. ففي حديث المنذر ابن عائذ الذي يطلق عليه أشج عبد القيس، والذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين في العام التاسع الذي سمي بعام الوفود، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، وفي رواية يحبهما الله ورسوله. فقال: ما هما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم والحياء. قال: أقديما كان في أم حديثا؟ يعني الخلقين دولة أنا جبلت عليهم من زمان، اتولدت بيهم، فطرت عليهم، ولا أنا تخلقت بيهم حديثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل قديما، يعني خلقك الله على هذين الخلقين، الحلم، وإحنا تكلمنا عنه، سعة الصدر وعدم البطش، والحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قديما، يعني فطرك الله عليهما، جبلك الله عليهما. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما، وفي رواية يحبهما الله ورسوله، وفي رواية الحمد لله الذي جبلني، يعني خلقني، على ما يحبه الله ورسوله. إذن الحياء خلق يحبه الله عز وجل.
وعن الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه قال: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. أربع من كن فيه كان كاملا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان من صالح قومه. ما هما يا مولانا الحسن البصري؟ دين يرشده، واحد عنده تقوى، عنده دين، دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. الحياء الذي يقود صاحبه، والحياء إذا كان في الإنسان لا يأتي ما يذم أو يعاب. والحياء من أعظم أخلاق النبوة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه شديد الحياء، وهو كما ورد في الحديث كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ورأينا صورة من صور الحياء التي قصها الله عز وجل علينا في قصة أبينا آدم، لما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما ماذا صنعا؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. عن أبي بن كعب وعطاء رضي الله عنهما قال: لما ذاق آدم وحواء من الشجرة وبدت لهما سوآتهما فرا هاربين، فتعلقت شجرة بشعره، فر هاربا أبونا آدم، فتعلقت شجرة بشعره فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك يا رب. يعني بدت لهما سوآتهم، وقبل ذلك ما كان يعرفانها، لأنه أكل من الشجرة التي نهاهما الله عز وجل عنهما. وهكذا كانت أخلاق الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة تدل على الحياء، ووعظ الله عز وجل المؤمنين أن يقفوا أو يأخذوا لبالهم من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة لا تخفى على حضراتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما دعا أصحابه لوليمة عرسه على السيدة زينب بنت جحش، فاجتمعوا في حجرتها فطعموا. طبعا البيوت في ذلك الزمان لم تكن بيوت مركبة كأيامنا، الصلاة الواسعة والباحات الواسعة وصلاة الأفراح إلى آخره، لا، هي حجرة، حجرة. واللي يعني ينظر في الرسم التاريخي لحجرات أزواج النبي جاءها حجرة لا تكاد تكفي إلا سرير ينام عليه الإنسان فقط، فالدنيا ضيقة. فدخل الصحابة وأكلوا وطعموا من طعام العرس، ثم جلسوا يتحدثون، وكانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يريدون أن يغادروا مجلسه، وأطالوا القيام حتى تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من بقائهم، واستحيا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم الانصراف، فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. النبي هذا شق عليه، لكنه كان يستحي أن يقول لكم يعني انصرفوا. وهذا الخلق ينبغي أن نستعمله في حياتنا، إذا ذهبت إلى مريض أن لابد وأن تقدر أنه لا يستطيع أن يجلس معك فترة، يعني تعوده ثم تنصرف. إذا ذهبت إلى إنسان في دعوة مثلا تجلس معه برهة ثم تنصرف. لا يأتي الإنسان إلى بيوت الناس ويدخل عليهم بعد صلاة العشاء، يعني ده في الزمان القديم. الآن إحنا بيوتنا لا تفتح إلا بعد صلاة العشاء، لله الأمر من قبل ومن بعد.
وكما أن الحياء من أعظم أخلاق الإسلام وأجلها قدرا، وهو أيضا لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. يعني لو أردنا توصيفا للحياء في كلمة ونص نقول الحياء خلق الإسلام، خلق الإسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. صور الحياء، الحياء له صور عديدة. أولا الحياء من الله كما قال نبينا: استحيوا من الله حق الحياء. وحق الحياء هنا أن يحفظ الإنسان جوارحه عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل، يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يراقبه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكما جاء في معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنبي لما قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نقبل أوامره، وأن نجتنب نواهيه، وأن نتمثل بسنته، وأن نلتزم هديه، وأن نحبه، وأن نتابعه، وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الحياء من الملائكة، الإنسان عن يمينه وعن شماله من ملائك الله عز وجل، ومن بين يديه ومن خلفه، كما قال ربنا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الملائكة معك. فينبغي إذا خلوت لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تصنع عليه يغيب. ينبغي أن تستحي من ربك، وأن تستحي من الملائك الذين معك. الحياء من الناس، والحياء من الناس هو الإنسان أن لا يقول كلاما يؤذي به مشاعر الناس. وفرقنا في بداية كلامنا بين الوضوح الملتزم، وبين الوقاحة، بين الصراحة المطلوبة، وبين قلة الأدب وقلة الحياء. الحياء من النفس، الإنسان إذا خلى لا بد وأن يستحي من نفسه. واعلم أن ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. وده يعني اعتبار الإنسان لنفسه. التحلي بالحياء له عدد من الفوائد نختم بها. أول فائدة للحياء هي ترك الذنوب، لأنه من استحيا ترك الذنب استحياء من الله عز وجل. الحياء والإيمان قرينان، الحياء يزين الإيمان ويكمله. التحلي به أساس للتحلي بمكارم الأخلاق. صاحبه، صاحب الحياء، محمود عند الله ومحمود عند الناس. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الخلق الثامن، والخلق التاسع والأخير الذي نختم به خلق التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل خلق مهم، وهو باب من أبواب الإيمان والاعتقاد، أن تتوكل على الله. ومعنى التوكل كما قال العلماء تباينت عباراته، يعني اختلفوا فيه. فسيدنا ابن عباس يقول: التوكل هو الثقة بالله، وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. أن تثق بما عند الله، تثق في نصره وفي رزقه وفي إكرامه وفي إنعامه وفي جنته، وأن أيضا في تعذيبه، أن تثق بوعده ووعيده. وقال الحسن: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وقال الإمام أحمد: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. الإمام الحسن يقول: إن من التوكل أن تثق في الله، ما أمرك صدق وما نهاك عنه صدق. الإمام أحمد: قطع الاستشراف، يعني
لا تؤمن فيما عند الناس ولكن تثق فيما عند الله. قال شقيق البلخي أحد العلماء الأولياء الصوفية الكبار: التوكل طمأنينة القلب بموعود الله، أن تطمئن إلى وعد الله عز وجل. وعدك الله بالرزق اطمئن، وعدك الله أن لك أجلا اطمئن، لن يأخذ أحد من رزقك ولن يأخذ أحد من عمرك، ثقة بالله عز وجل. إلا أن هذه المعاني كلها تشير إلى معنى واحد، وهو أن يكون الإنسان واثقا فيما عند الله عز وجل، في أمره ونهيه، في وعده ووعيده. والتوكل هو أعلى مقامات اليقين، التوكل على الله عز وجل، وهو أشرف أحوال المقربين، وهو خلق عظيم من أخلاق المسلمين. والتوكل مفتاح كل خير، فهو من أعمال القلوب الذي يكون الإنسان به متوكلا على الله عز وجل، خصوصا إذا كان صادقا في الاعتماد على ربه. وهذا ما بينه وأكده نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه لابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يوما: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. التوكل في الحقيقة قلنا ثقة الإنسان بموعود ربه، هذا لا يتنافى مع الأسباب. كثير من الناس يظن أن التوكل أن تقعد عن طلب المكرمات، طلب الرزق وطلب العلم، تقول والله أنا متوكل، أنا أصبحت في الصباح أنا متوكل على الله، وتجلس في بيتك. لا، التوكل ثقة القلب بما عند الله، ثم سعي الجوارح بأمر الله. الله عز وجل أمرنا بالسعي، أمرنا بالضرب في الأرض: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لابد من السعي، لابد من اتخاذ الأسباب. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. انظر إلى المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلت حقا على الله التمس الأسباب. كما الطير، الطيور توكلت على الله وهي تخرج في الصباح لا تدري وجهتها ولا تدري المكان الذي تذهب إليه، أفيه طعام لها أم لا، لا تدري شيء، لكنها تخرج، فتخرج وهي فارغة البطون، ثم تعود آخر النهار وهي ملء البطون. خرجت متوكلة على الله، وخرجت التزاما باتخاذ الأسباب. فمن هنا التوكل على الله لا بد له من اتخاذ الأسباب. سيدنا موسى عليه السلام لما طارده فرعون، والمؤمنين مع موسى، طاردهم فرعون وجنوده، أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن يصنع ماذا؟ أن يضرب بعصاه البحر لينفلق وليكون لهم طريقا يبسا ينجون منه. الله قادر على أن يخرق لهم البحر ودون أن يضرب موسى، لكن أمره باتخاذ الأسباب. يقول ربنا عز من قائل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إلى آخر الآيات من سورة الشعراء من الآية 52 إلى الآية 68. اقرأ هذه الآيات بتمعن، واعلم أن الله عز وجل إنما أراد أن يتخذ سيدنا موسى السبب بأن يضرب بعصاه البحر فينفلق، فيصبح كل جانب منه كالطود العظيم، ثم يضرب لهم الطريق اليبس وينجو موسى ومن معه، وتكون النهاية إغراق فرعون ومن معه. الصديقة مريم لما الله عز وجل وهي في المخاض: وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، امرأة في الولادة بعد الولادة وهي في غاية الإعياء وغاية التعب، وطبعا معروف الولادة كيف تكون الأم بعدها، يعني في غاية الإعياء في غاية، ومع ذلك كان من الممكن أن يتساقط عليها الرطب، لكن قال الله عز وجل: هزي.
طيب امرأة مريضة، امرأة في حالة المخاط، في حالة بعد الولادة، كيف تهز نخلة؟ اتخذت الأسباب بأن وضعت يدها على النخلة، بمجرد أن تضع يدها على النخلة سيتساقط الرطب، لكن لابد أن يتحرك الإنسان. هكذا الله عز وجل أمرنا باتخاذ الأسباب. ألم ترى أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. هذا هو. أما الذي يعني يتوكل ولا يأخذ بالأسباب، هذا كاذب، كاذب في توكله، لأن التوكل له جناحان: جناح اعتماد القلب وثقة القلب بالله، والجناح الثاني اتخاذ الأسباب. الجناح الأول يكون بالقلب، والجناح الثاني يكون بالجوارح. وقطعا ليس هناك التوكل لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب. إنسان مرض جعل الله سبب الشفاء أن يذهب إلى الطبيب. نعم، ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين، هذا ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. لكن لو جلس الإنسان وقال الله هو الشافي، الله نعم الله هو الشافي، لكن اتخذ الأسباب للشفاء. مجالات التوكل يعني نعددها لكم وهي موجودة بين أيديكم. التوكل عند الخروج من المنزل: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. عند نزول المصائب: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند العزم على فعل الأشياء يأتي التوكل. عند إعراض الناس عنك، عند الجنوح، جنوح الأعداء للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. عند مواجهة الأعداء في الحرب، عند نزول الفاقة، عند الشدة، عند الخوف من وقوع مكروه. ثمرات التوكل دليل على صدق الإيمان، التوكل دليل على صدق الإيمان. الفوز بمحبة الرحمن، إن الله يحب المتوكلين. الفوز بنعيم الله عز وجل ودخول الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك من ثمرات التوكل الحفظ من الشيطان ونزغاته: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في النهاية من ثمرات التوكل الكفاية والحماية والرعاية: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه التشعب. نسأل الله أن يرزقنا التوكل عليه والإيمان به والحياء منه والاعتماد عليه. نسأل الله أن يبارك فيكم أيتها الدارسات وأيها الدارسون، وأن يحفظكم وأن يبارك في بلادنا وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.